سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جميع التباب الغربية بمنطقة العقبة شمال مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية بأن الجيش والمقاومة سيطر على سلسلة الجبال والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات صالح في العقبة وصولا إلى جبل ريدان. استمرت المواجهة بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي في عدد من مناطق تعز سيما الجهتين الشرقية والغربية للمدينة وفي مديرية الوازعية المحاذية لمحافظة لحج. قتل وأصيب 12 مسلحا حوثيا في كمين لرجال المقاومة الشعبية في مديرية يريم بمحافظة إب، واستهدف الكمين تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى محافظة تعز. شنت طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي سلسلة غارات استهدفت معسكرات يسيطر عليها تنظيم القاعدة في حضرموت، وسمع دوي انفجارات كبيرة في معسكر الدفاع الساحلي في مدينة المكلا وانفجارات أخرى في معسكر الريان. نفذت عائلة القيادي في الإصلاح محمد قحطان وناشطات نسويات وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإطلاق سراحه بعد مضي عام كامل على اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي والصالح. ودعت أسرة قحطان الأمم المتحدة بتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه المخفي قسرا محمد قحطان الذي اختطف من منزله ولم يسمح لهم بزيارته أو الاطمئنان على سلامته وصحته منذ اختطافه. قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إن وقف إطلاق النار في اليمن سيمهد لمفاوضات الكويت المرتقبة لحل النزاع، مؤكدا في مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التزام جميع الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار في موعدها المقرر في 10 من الشهر الجاري. بدورها قالت موغريني إن المساعدات الإنسانية في اليمن مهمة لكن الحل السياسي هو الأهم، مضيفة بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور فعال في اليمن.